مرحبا مشاهدينا الأكارم، إلى من يهمه الأمر. صخب السيارات الرياضية صدع رؤوس الناس بالشوارع العامة والطرق الفرعية والمناطق السكنية. شباب ومراهقون يقودون سيارات ودراجات رياضية ويفحطون كما يقال، مو مبالين بمشاعر الناس وما قد تسببه تلك الأصوات العالية التي تصدر عن تلك السيارات. بس احنا هنا ما نقدر نلومهم وحدهم باعتبارهم شباب ولقوا هذا المتنفس أو الهواية أو الرياضة إذا جاز لنا أن نعتبرها رياضة. وهاي الحالة تصير بدول مختلفة، كل الدول، لكن غالبا ما تكون في أماكن يعتاد هؤلاء الشباب على ارتيادها، يعني أماكن مخصصة لممارسة هذه الرياضة أو هذه الهواية. نتحدث عن سيارات رياضية أصوات محركاتها عالية، نتحدث عن دراجات نارية أصوات محركاتها عالية. إلى من يهمه الأمر؟ عيوني مديرية المرور العامة، نعرف إجراءاتكم واضحة ومفهومة، لكن شددوا الإجراءات على أصحاب هذه المركبات الرياضية اللي يمشون بأصوات عالية من دون احترام، وسرعاتها أيضا خلينا نذكر هذا الموضوع، سرعات يمشون بسرعات جنونية بين بنص المناطق السكنية. المفترض أكو ساحات تخصصها وزارة الشباب والرياضة. أيضا إلى من يهمه الأمر، أي وزارة الشباب والرياضة، لازم تحطين ساحات تخصص لهؤلاء الشباب ومحركاتهم، نتحدث عن سياراتهم الرياضية أو دراجاتهم النارية الرياضية، لازم تخصصين لهم ساحات لأن حقهم، هذه رياضة. أنت من ما مسوي له ساحة وما مخصص له موقع مثل لاعب كرة القدم، إذا ما مسوي له ساحة يلعب على الشارع، يلعب على الرصيف، يلعب بباب البيت، خصص له ساحة، هذه رياضة. وإن كانت هاي الرياضة مو على هوانا، فإلى من يهمه الأمر، عينكم على هذا الجيل اللي لازم ينشأ نشأة صحيحة، لازم تركزون بهذا الجيل. جوز الموضوع مو مهم عندكم، بس ترى الموضوع كبير. شنو أبو سيارة 10 سلندر و12 سلندر يمشي بكذا بكذا سرعة على محمد القاسم؟ لو يبطنش ويفحط بمنطقة سكنية، وكلنا احنا شايفين هاي الحالة. فانتبهوا لهذا الجيل يا وزارة الشباب والرياضة، سووا لهم ساحات والتفتوا لهم، صارت مشاكل، صارت حوادث بسبب هذه الممارسات أنا أسميها الرياضية. ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الأكارم، ندخل إلى موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج لعبة الكراسي. العراق اليوم يريد إعادة ترتيب أوراقه من جديد، وهناك إرادة حكومية واضحة وأيضا مجسات سياسية شخصت الحاجة لاستقرار حقيقي بعد حروب ومشاكل مر بها البلد وخرج منها معافى. خطاب الدولة اليوم يعلو فوق الكثير من الخطابات الفرعية من هنا من هناك، وهذا بالتأكيد يطمئن العراقيين، يطمئن المجتمع الدولي بأن العراق يجب أن يكون دولة بمعنى الكلمة. ما يحتاج البلد اليوم هو رسم خارطة واضحة لسياسته داخليا وخارجيا، مثل ما رسم خارطة لسياسته اللي تخص انتخابات مجالس محلية، وهو يصيب أهدافه اليوم ويحقق انتخابات مجالس محلية بشكل بإيجابية. داخليا وعلى المستوى السياسي بالله هاي مقدور عليها، مثل ما ذكرت مثل أتحدث عن مجالس محلية، بيت واحد، أتحدث داخليا سياسيا بيت واحد ويتفاهمون بيناتهم. لكن كيف يوازن العراق علاقات الدولية وهو يخوض تحديات أمنية داخلية تمس أمن التمثيل الدبلوماسي، سمعة العراق خارجيا، كيف سيكون شكل العلاقة مع الشركاء الدوليين بعد رسائل الاطمئنان الحكومية التي يبدو أن الولايات المتحدة قد لمست جديتها؟ ابقوا معنا.
دعوني أرحب وإياكم بضيوفي لهذه الحلقة من برنامج لعبة الكراسي، السيد عباس العنبوري مستشار لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي. سيد عباس العنبوري مرحبا بك ضيف عزيز، نشرك بالحديث أيضا والترحيب. سيد جواد الهنداوي سفير العراق السابق لدى الاتحاد الأوروبي، سيد الهنداوي مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. أيضا نرحب بالسيد جابرييل صوما باحث في العلاقات الدولية. سيد صوما مرحبا بك. مرحبا، يا هلا، حياك الله. خلي أبدي من حيث الاستوديو، أجدد تحية والترحيب بمستشار لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي سيد العنبوري، مرة ثانية مرحبا بك. يعني دعنا نرجع في حلقة هذا اليوم إلى الكثير من المعطيات التي سبقت الانتخابات. ما أعرف، يعني هنالك من يربط الموضوع دولي وما يحدث في المنطقة من حروب، هنالك من يربط الموضوع داخليا عراقيا، من حاول أن يعرقل الانتخابات، وهذه كلها تفسيرات لم نقع على صحة الأسباب. شفنا بالفترة الأخيرة صار أكو قصف، أكو مسيرات، أكو صواريخ من هنا وهناك، هذا تطور. الحكومة بنفس الوقت تبنت خطاب تصعيدي واضح بعد الهجوم على السفارة الأمريكية مثل. كيف تفسر هذا التحول في اللهجة الحكومية العراقية؟ تفضل سيد العنبوري. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام، للمشاهدين الكرام أيضا. تعرف أنت الآن طبيعة الأحداث في المنطقة تلقي بظلالها بشكل واضح، ليس فقط على العراق وإنما على كل دول المنطقة، سواء كان دول الطوق القريبة من فلسطين أو كذلك حتى الدول الأبعد من ذلك. هناك الدول اللي يعبر عنها موجود بها يعني فصائل ما يعبر عنه بمحور المقاومة، نشوف أحداث موجودة في اليمن، أحداث في العراق، أحداث أيضا في لبنان، وهكذا كل المنطقة الآن متشابكة متأثرة متفاعلة جدا مع طبيعة الأحداث الموجودة الآن في غزة وطبيعة العدوان الإسرائيلي الآن الذي يمارس على الشعب الفلسطيني. الأمر الذي يتعلق في الجانب العراقي على المستوى الداخلي، هناك تواجد قوات أجنبية، تتهم بعض هذه القوات الأجنبية وبالتحديد القوات الأمريكية بأنها لها دور في إسناد الكيان الصهيوني، وبالتالي هذا الإسناد يحتاج إلى أيضا انفعال من هذه الفصائل التي تعارض وجود القوات الأجنبية في العراق، وكذلك أيضا تعارض كل الممارسات الوحشية التي تمارس من قبل الكيان الصهيوني مسنودا ببعض هذه الدول الغربية وبالتأكيد في مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي عليها أن تقوم ببعض العمليات العسكرية تحويل العراق إلى ساحة مواجهة. تحويل العراق ليس فقط العراق، مبرر يعني اللي تفضلت هم يعتبرون أن هذا مبرر لهم في أن يواجهوا على أقل تقدير القوات العسكرية المتواجدة في العراق. وهناك خطابات وجهت لهذه الفصائل التي يعبر عنها بأنها فصائل مقاومة من قبل مثلا سيد حسن نصر الله في خطابه، وتكلم بالتحديد على المقاومة الإسلامية المتواجدة في العراق. هذا على المستوى العسكري. على المستوى الدبلوماسي أيضا هناك بعض الجهات التي أيضا تدعو إلى قصف السفارة الأمريكية. القدر المتيقن فيما يتعلق بالوضع الداخلي العراقي بأن هناك اتفاق سياسي حتى من قبل فصائل المقاومة على أن تحترم الوجود الدبلوماسي لبعثات الدول الأجنبية العاملة في العراق ومنها الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك الضربة العسكرية التي استهدفت السفارة الأمريكية في 7 من الشهر الجاري أعقبتها صدور بيان من قبل قوى الإطار التنسيقي بأنها تشجب ولا تقبل وتعترض على هذه القوات، ولم تعلن أي فصيل معروف أو متهم على أقل تقدير بأنه قد هو يكون هذه الفصائل المتهمة بأنها توجه ضربات عسكرية، لم تعلن على أنها شاركت بهذه الضربة. وكذلك الإطار التنسيقي أعلن بأنه لا يقبل بذلك، الحكومة أعلنت بأنها سوف تلاحق الجنات، وبالتالي تم الإعلان يوم الخميس الماضي عن مسك مجموعة متهمة بضرب السفارة الأمريكية وهي ليست من الأطراف. وهناك يعني ضمن التصريحات بأنها بعض الجهات التي تنتمي إلى الجهات أمنية، وعقب ذلك بيان صدر من السفارة الأمريكية بأنها ترحب بالإجراءات الحكومية لملاحقة أمثال هؤلاء الناس الذين يقومون باستهداف البعثات الدبلوماسية. أنت
وتعرف هذا لم يكن الأمر الأول الذي تم استهداف فيه بعثات دبلوماسية. أنا كنت في برنامجك قبل شهور وكان هناك استهداف وجه إلى السفارة السويدية ودخول إلى السفارة السويدية، وكانت من قبل بعض الجهات السياسية التي تعترض على أمثال هذا النوع من الاستهداف لجود البعثات الدبلوماسية، وأيضا كان هناك شجب واستنكار لأمثال ذلك، بالرغم بأن من أن هذا الدخول على السفارة السويدية كان نتيجة أو جراء لغضب شعبي كبير في العراق بسبب حرق القرآن الكريم الذي جرى في السويد، وبالتالي هناك اتفاق كامل ومطلق من قبل القوى السياسية المشتركة في الحكم وغير المشتركة في الحكم بأنها ترفض ولا تقبل وتعارض بل وتحارب أي أطراف تقوم بأعمال عسكرية تستهدف البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق. بواقع مثل الواقع العراقي المجتمعي السياسي، ألوان السياسية، انتماءاتها السياسية، ما يعني هل نستطيع القول أنه من الصعب السيطرة الكاملة، أن نفرض كنترول كامل على مثل هكذا ممارسات؟ إذا كانت الممارسة يعني صاحب الممارسة إلى الحق وإلى الحرية، لكن بالتالي هي بها انعكاس دبلوماسي على الواقع العراقي وصورة العراق أمام العالم، هل من الممكن أن يفرض كنترول واقعي للسيطرة على مثل هكذا ممارسات ومثل هكذا تحركات، دخول إلى سفارة، قصف سفارة وإلى آخره السيد العنبوري؟ بالتأكيد أنا ذكرت أنه هذه القوة السياسية أو الدعم السياسي الذي تعطيه قوى الإطار التنسيقي، القوى المشتركة في الحكم تعطيه إلى الحكومة من أجل أن تمارس دورها في ضبط هكذا نوع من التصرفات، وأنا أعتقد أن هذه التصرفات من قبل أطراف ليست الأطراف التي نتوقعها أو بعض الأطراف الأجنبية حتى تتهمها بممارسة مثل هذا النوع، بالتالي هذا الضبط ممكن، وأنا أعتقد أن هذا الضبط يعني مهم جدا، وهذه الأطراف هي أطراف خارج عن القانون وتمارس أعمال عسكرية غير مقبولة ولا تقبلها الحكومة ولا تقبلها الدولة ولا تقبلها كل الأطراف السياسية. أعتقد أن هذا أمر جيد جدا. مقدار الاختلاف الحاصل فيما يجري من أحداث في العراق من الاستهداف وجود أجنبي هو المقدار الذي يتعلق بالتواجد العسكري وليس بالتواجد الدبلوماسي. التواجد الدبلوماسي تواجد محترم مقدر من قبل كل الأطراف السياسية العاملة في العراق، وأنا أعتقد أن هذه أطراف تريد تشابك الوضع الداخلي، أن تؤثر على الاستقرار الأمني الموجود في العراق، تؤثر على إجراء الانتخابات، تؤثر على العملية الديمقراطية في العراق. وغير اللي صار بالانتخابات، انتخابات المجالس المحلية، أنا أعتقد أنه هذه الأطراف هي أطراف تحاول أن تشابك الأحداث، أن تتهم مثلا على سبيل المثال طرف التيار الصدري الذي يعتبر طرفا غير مشارك في الانتخابات ولا يدعو إلى المشاركة في الانتخابات، ولكنه بتوجيه من قيادته متمثلة بالسيد مقتدى الصدر بأنه لا يقبل ولا يرتضي أمثال أي أعمال عسكرية تخل أو أمنية تخل بالأمن والاستقرار، وهو يدعو إلى السلام ويدعو إلى احترام إرادة العراقيين، وهو يدعو أيضا في نفس الوقت إلى إصلاح، ولا يعتقد في ذات الوقت بأن هذه العملية الانتخابية ستؤدي إلى كثير من التغييرات، وبالتأكيد مكون مهم من مكونات الشعب العراقي ممثلا بالتيار الصدري بالتأكيد له رأيه المحترم، ولكنه ليس بالضرورة أن يؤثر على طبيعة العملية السياسية والانتخابات المتكررة. تغريدة الرجل كانت واضحة وصريحة فيما يخص عدم التعرض لعملية انتخابية، يعني هذا وصفي، عدم التعرض لعملية انتخابية، اتركوهم في انتخاباتهم وإلى آخره. كانت هنالك عقلنة في هذه التغريدة اللي نتحدث عنها. خلي أشرك بالحديث سيد جواد الهنداوي سفير العراق السابق لدى الاتحاد الأوروبي. سيد الهنداوي مرحبا بك. أهلا وسهلا. حياك الله سيد الهنداوي. مؤخرا السفيرة الأمريكية أشادت بإعلان الحكومة العراقية فيما يخص إلقاء القبض على عدد ممن قاموا بممارسات خارج عن القانون، هذا راح يمهد لدعم أمريكي جديد، هذا راح يقوي العلاقة بين الجانبين العراقي والأمريكي، خصوصا احنا نعيش فترة انتخابات مجالس محلية يراد لها أن تنجح وأن تصيب أهدافها بعد ما تعلن النتائج. تفضل سيد الهنداوي. شكرا جزيلا وتحياتي للجميع. حياك الله. صراحة هنالك تفاهم بين الإدارة الأمريكية والحكومة العراقية والمشهد السياسي العراقي، وأعتقد كلا الطرفين أو كلا الطرفان يتصرفان بعقلانية وبتفهم وبتعاون مشترك، ولا أعتقد هنالك
تدابير من الإدارة الأمريكية تضر في الوقت الحاضر في مصلحة العراق وفي توجهات العراق وفي مشهده السياسي الخارجي والداخلي. وأعتقد أيضا لنا دلالات على ذلك، يعني حتى الموقف الأمريكي اتجاه إيران في الوقت الحاضر واتجاه اليمن رغم التهديدات التي يشكلها اليمن على الملاحة الدولية وضربة لسفن إسرائيلية وأخرى، لم نلاحظ ردود فعل أمريكية عسكرية على على اليمن، ضربات اليمن، لا اعلاميا ولا امنيا ولا عسكريا ولا سياسيا، مما يدل على انه الولايات المتحده الامريكيه ملتزمه تماما في عدم التصعيد وفي عدم تدويل المعارك او الحرب التي تدور في غزه. انا اعتقد انه فصائل المقاومه او الفصائل الاخرى التي استهدفت التمثيل الدبلوماسي في العراق هي تعمل ليس لصالح الدولة صراحة، هذا إضرار في مصالح الدولة وفي العلاقات الدولية. بس المعلوم أن الفصائل ما لها علاقة في هذه الضربات الأخيرة، ألقي القبض على مسبب الضربات وبالتالي يعني عرفوا من قاموا بإطلاق هذه الصواريخ. نعم. ثانيا أنا لا أعتقد أنه فصائل المقاومة التي تناصر القضية الفلسطينية لا أعتقد بأنها لا تدرك بأن مثل هذه الأعمال ومثل هذه الأفعال لا تخدم القضية الفلسطينية ولا تقدم ولا تؤخر شيئا في القتال الدائر في غزة. أعتقد الانتصارات اللي حققها المقاتلون في غزة لا تحتاج إلى مثل هذه الأعمال الاستفزازية والتي لا تضر ولا تفيد في المقاومه في غزه. ولنا في شاهد ذلك في لبنان اخي العزيز، في لبنان هنالك سفاره امريكيه وهنالك محطه مقاومه قويه جدا وفاعله جدا، ولكن لم تستهدف السفاره الامريكيه او المصالح الامريكيه في لبنان. ولذا فانا اعتقد انه هذه الضربات التي نفذت ضد التمثيل الدبلوماسي وضد بعض المصالح الامريكيه هي قد تكون خارج اطار الدوله، بالتاكيد خارج اطار الدوله وخارج اطار المقاومه التي ينتظر منها انه تكون سانده للقضيه الفلسطينيه وللسبب الفلسطيني ولما يدور في غزه. انا اعتقد انه علينا أن نعزز علاقتنا الدولية مع كافة الأطراف، يعني أنت تعرف حاليا محور المقاومة بمفهومة الإقليمي مكون فيما يخص تعزيز فيما يخص تعزيز الموقف العراقي مع كافة الأطراف الدولية. اليوم دور السيد رئيس الوزراء واضح في موقفه الوسطي و ترطيب العلاقات مع الكثير من الجهات الدولية، مع الكثير من الدول، مع الكثير من الحكومات، حتى وإن كانت هنالك يعني دعنا نقول كانت علاقة متشنجة مع دولة ما، ترى اليوم أن العلاقة مرنة مع هذه الدولة التي كانت معها العلاقة متشنجة. هل ترى أن السيد السوداني، على ذكرك لهذه التفاصيل، هل ترى السيد السوداني أنه نجح في هذه الجنبة السياسية فيما يخص ترطيب العلاقات مع جميع الدول؟ أعتقد نعم نجح، والدليل أنه لنا علاقات جيدة مع كافة الدول العربية والإقليمية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، ولا تنسى أنه هذه الدول أيضا هي بحاجة إلى العراق صراحة، وخاصة الإدارة الأمريكية. لم يبق للإدارة الأمريكية من حليف قد يكون استراتيجي وحليف مطمئن غير العراق. يعني سوريا خرجت من الطريق الأمريكي أو من الخارطة الأمريكية، وكذلك لبنان تقريبا واليمن. وتعرف أنت العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وبين أمريكا، ولكن للعراق أهمية ومكانة مهمة جدا لدى الإدارة الأمريكية. فأنا أنا أرى المصالح مشتركة، يعني حتى هذه الدول هي لها مصلحة
أن تكون علاقاتها جيدة مع العراق وتوازن في علاقاتها مع العراق وتلاحظ العلاقات العراقية من الجنبة السياسية والأمنية. محاولات كبيرة سيد العزيز سيد جواد الهنداوي، محاولات كبيرة لإتمام الانتخابات الحالية، أتحدث عن انتخابات مجالس محلية، أن تتم بشكل إيجابي ومن دون خروقات ومن دون مشاكل، وهذا واضح على التصريحات خصوصا تصريحات السيد دولة رئيس الوزراء، محاولات كبيرة لإتمام هذه الانتخابات من دون مشاكل مثل ما قلت، لكن هل تتصور سيكون رد من قبل الجهات التي ضربت دعنا نقول ما بعد انتهاء الانتخابات؟ قصدك يعني من التيار الصدري الذي قاطع الانتخابات؟ لا أنا أتحدث عن المواقع التي ضربت بصواريخ، هل سيكون رد أمريكي مثلا بعد الانتخابات؟ لا أعتقد أبدا، لا أعتقد، لأنه أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية اكتفت بما قامت به السلطات العراق، بما قامت به الحكومة العراقية، وهنالك تقدير وتقييم من قبل الإدارة الأمريكية على لسان السفيرة الأمريكية في بغداد للإثناء على الجهود التي قامت بها الحكومة العراقية، وأعتقد أنه أي رد عسكري على الجهات التي استهدفت التمثيل الدبلوماسي الأمريكي أو المصالح الأمريكية لن يكون مرحب به من قبل العراق، وسيكون إحراج للعراق وتناقض مع ما ورد على لسان السفيرة الأمريكية. ثانيا نحن نعرف أن هذه الأطراف التي ساهمت أو التي قامت بهذه الأعمال التي ممكن وصفها صراحة إرهابية على حد تعبير السيد رئيس الوزراء وأيده في ذلك في هذا الوصف، هذه أطراف ليس لها قاعدة سياسية كما يبدو، وقد تكون تصرفت بشكل فردي أو بشكل جماعي لكن ليس على شكل سياسي وعلى شكل منظم إلى آخره. يعني هذه الأطراف ما لها قاعدة سياسية وتصرفت بشكل فردي، راح نرجع نستخدم أو نتداول اللي كنا نسمعه، أكو طرف ثالث فيما يخص ضرب المقار أو البعثات الدبلوماسية أو يعني مواقع عسكرية، هذا راح نرجع نسمعه، أكو طرف ثالث قام بقصف هذا الموقع خصوصا بعد انتهاء الانتخابات، هنالك من يشير إلى أنه ستكرر عملية القصف، راح نرجع نستخدم موضوع الطرف الثالث. في كل عملية قصف لها صراحة خصائصها ومن وراءها، وقد تكون هذه العملية تختلف عن العمليات الأخرى، أنا أراها كذلك، وبالتالي ممكن أن نتكلم في هذه العملية، أتكلم عن طرف ثالث صراحة، ولكن في العمليات السابقة قد يكون لا، وفي العمليات التي لا أتمنى أن تكون مستقبلا قد يكون لا، ولكن أنا أكاد أجزم أنه في هذه العملية هنالك طرف ثالث، وهنالك دلائل ومؤشرات عديدة على أنه هناك طرف ثالث، وخاصة الدليل الأول هو رد السيد رئيس الوزراء ووصفه لهذه العملية بالإرهابية وإعلانه عن كشف من قام بهذه العملية. وأعتقد الحديث أو الثناء الذي أدلت به السيدة السفيرة الأمريكية هو جدي وصريح ويعبر عن قناعة وليس مجرد كلام دبلوماسي، وإنما يعبر تتصور عن قناعة. تتصور هذه الجهات التي قصفت مؤخرا والتي يقال إنها حاولت أن تعرقل الانتخابات اليوم، تتصور إنه يعني الحكومة لديها الضوء الأخضر في إلقاء القبض عليهم والإعلان عن من هم وما شكلهم سياسيا على اعتبار انه ماكو دعم سياسي لهم؟ دائما صراحه الحكومه قد تكون ملمه بكل اطراف او بكل تفصيلات عمليه قصف، ولكن هنالك مثل ما تعرف ابعاد سياسيه واخرى قد تلزم الحكومه على لا اقول التستر وانما على عدم الإفصاح وعلى ربما اختيار الوقت المناسب للإفصاح عن تفاصيل وعن شبكة كل عملية، وهذا وارد ترى في كل دولة، وهذا وارد في كل دولة وفي كل مشهد
سياسي داخلي أو خارجي تمر به كل دولة، سواء دولة طيب متقدمة وكبرى وسواء دولة إقليمية وعربية، هذه مسائل معروفة. لكن هذا 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 يخلينا يعني حديثك يخليني أمام وجود قصفين، أكو قصف أبيض وقصف أسود، يعني شلون تفسرها سيد جواد الهنداوي؟ لا، ليس قصفين، وإنما شوف أحيانا يصير أمور في العلاقات الدولية. صراحة أنا أحيانا مطلع على بعض الأمور، طيب، أنه الدولة تطلب من الدولة الأخرى عدم الإفصاح بتفاصيل العملية أو عدم الاسترسال في متابعة هذا أو ذلك الملف، والرجاء بإغلاق الملف. هذه أمور واردة على الصعيد الأمني والاستخباراتي والمخابراتي. يعني طيب، أنت تقول أنه عمل السفارة أو عمل السفير هو ليس فقط دبلوماسي، وإنما يتطرق في أمور عديدة إلى جوانب أمنية واستخباراتية ومخابراتية. هذه أمور واردة بين الدول صراحة. خلي أشرك بالحديث السيد جابريل صوما، باحث في العلاقات الدولية. سيد جابريل، مرحبا بك. مرحبا، يا هلا، حياك الله سيد صوما. الحكومة العراقية استطاعت أن تشخص وتلقي القبض على الجهات التي حاولت أن تخربط الملفات الأمنية والتي تؤثر على علاقات دبلوماسية، علاقات دولية في الساحة العراقية. يشار إلى أن هذا القصف الذي شهدناه أو محاولات القصف وإلقاء إطلاق الصواريخ في الفترة الماضية بالداخل العراقي كان يراد منا أن تتم خربطة الوضع الذي نعيشه اليوم. أشير إلى الانتخابات، انتخابات مجالس محلية. عفوا، السؤال كيف سيكون شكل العمل الدبلوماسي العراقي في تجسير العلاقات مع كل دول العالم في حال استطاعت حكومة عراقية أن تلقي القبض على كل من يلقي صاروخ أو رصاصة واحدة من هنا أو من هناك؟ تفضل سيد جابريل. والأولا شكرا للاستضافة، شكرا لك. وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. لا شك بأننا نقدر كثيرا هنا في الولايات المتحدة ما قام به السيد رئيس الوزراء في والحكومة على إلقاء القبض على هؤلاء الذين ضربوا السفارة الأمريكية. ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذه ليست الضربة الأولى. في منذ 17 أكتوبر إلى الآن تلقت القوات الأمريكية 98 ضربة ضد من الميليشيات الموالية لإيران في العراق وفي سوريا. في العراق 46 ضربة وفي سوريا 52 ضربة. إذا هناك اتجاه لدى وكلاء إيران في المنطقة بالقيام بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة، ويقولون أن السبب الرئيسي هو يعني ما يحصل في الوقت الحاضر في غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل. علينا أن نشير بأن في هناك نزاع إيراني أمريكي في المنطقة، يعني شئنا ما بين إيران تريد إخراج القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، تريد ذلك لسببين رئيسيين. الأول لأنها تريد السيطرة على موارد النفط والطاقة في المنطقة وبصورة خاصة في منطقة الخليج. إخراج قوات أمريكية من الشرق الأوسط، لكن في العراق يعني مثلا ببعثة دبلوماسية ماكو قوات أجنبية بداخل بعثة دبلوماسية، توجد بعثة دبلوماسية. صحيح. داخل بناء بعثة دبلوماسية، لماذا يتم قصف مثل هكذا بعث؟ هذا نوع من الضغوط على الولايات المتحدة بترك العراق. أولا الولايات المتحدة ليست في الوقت الحاضر ليس لها استعداد لسحب السفراء السفيرة من العراق، لأن ذلك سوف يهدد الوضع الأمني في العراق. لأنه إذا غادرت السفيرة الأمريكية العراق، هذا يعني بأنه عدد كبير من سفراء الدول الغربية
الحليفة للولايات المتحدة سوف يغادرون العراق، ولا أعتقد بأن ذلك يصب في مصلحة العراق. ولكن في جميع الأمور نحن راضيون يعني بما حصل من قبل الحكومة الإيرانية العراقية عفوا، التي ألقت القبض على هؤلاء ويعني سوف ينالون جزاءهم. ولكن بصورة أكبر، إيران هي وراء الهيئات أو الوكلاء الموجودين لها، إن كان في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في اليمن. تجد مثلا باليمن هناك تهديد كبير للسفن التجارية في البحر الأحمر، والولايات المتحدة اليوم تدرس بطرق مهمة جدا كيف تمنع حصول ضربات ضد هذه السفن لأنها تهدد الملاحة البحرية في المنطقة. أكثر من 20% من تجارة العالم تمر في منطقة الخليج، والولايات المتحدة حريصة جدا على أمن المنطقة وبصورة خاصة العراق، بلد مهم، والولايات المتحدة تحترم دستور العراق، تحترم قوانين العراق، تحترم مؤسساته الدستورية. بالمناسبة سيد صومة، يعني الولايات المتحدة بحجمها وثقلها العسكري والأمني وثقل علاقاتها الدولية الدبلوماسية، هل من المعقول أنه بلد مثل الولايات المتحدة، حكومة، نظام سياسي، دولة مثل الولايات المتحدة لا تستطيع أن توقف وتقطع نيران ومناوشات الحروب وتوقف هذه الحروب داخل الشرق الأوسط التي نشهدها اليوم؟ يا أخي إذا درست أنت تاريخ الشرق الأوسط كما أدرسه في الجامعة تجد بأن الحروب في الشرق الأوسط لم تقف. يعني إذا عدت إلى الوراء في عهد السومريين الذين كانوا يتواجدون في جنوب العراق وصلوا إلى لبنان واحتلوا أراضي كبيرة. نفس الشيء بالنسبة للآشوريين في العراق الذين وصلت الأمبراطورية الآشورية إلى حدود مصر. نفس الشيء بالنسبة لبقية السيفيلايزيشنز التي كانت موجودة في منطقة الشرق الأوسط، كلها كانت حروب بحروب بحروب، ولا أعتقد بأن هذا الأمر سوف يتوقف. يعني لو لم يكن هناك إسرائيل في الوقت الحاضر ربما كان يكون هناك حروب أخرى في المنطقة بين الدول نفسها. يعني شوف شو عم يحصل بين التيارين أو بين الفريقين، الفريق الإيراني أو فريق الممانعة وفريق التطبيع. السعودية كانت على وشك أن تطبع مع إسرائيل عندما قامت حماس في 7 أكتوبر بما قامت به، وهناك الكثير ممن يعتقد بأن حماس قامت بهذه العملية لكي توقف التطبيع، وتم توقيف التطبيع في الوقت الحاضر ولو بشكل مؤقت. ولكن بالنسبة للحروب في المنطقة يعني هناك نزاعات دائمة، نزاعات دينية، نزاعات عقائدية، نزاعات اقتصادية. شو هو النزاع بين إيران وبين دول الخليج مثلا؟ خلي أرجع إلى داخل الاستوديو. سيد عباس العنبوري مستشار لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي. سيد العنبوري، البيانات الحكومية كانت أمنية بحتة وواضحة وصريحة بعدم إخلال الأمن وعدم محاولة زعزعة الأمن، ونحن نمر بفترة تحقيق يعني انتخابات نحاول أن ندفع باتجاه التهدئة. السؤال يعني هذا ليش ما كنا نلمسه طيل الفترات السابقة؟ هذا خطاب جديد اليوم من تشوف الحكومة تتحدث وبصراحة وبشدة أنه أي واحد يحاول أن يطلق صواريخ مرة ثانية سيتم إلقاء القبض عليه. هذا راح يكون عام على الجميع لو فقط اللي ما عندهم قاعدة سياسية من وجهة نظرك؟ تفضل. لا، هو بالتأكيد يعني أنا أتفق مع ما ذكره صديقي سعادة السفير الهنداوي بأنه الموضوع يتعلق أحيانا ببعض، يعني الحكومة لا تستطيع أن تكشف كل الأوراق. هناك بعض الأطراف التي تقوم ببعض العمليات العسكرية إزاء القواعد الأجنبية الموجودة في العراق،
هذه الجهات، هذه الأطراف مرتبطة بأطراف تدعم الحكومة العراقية، هي ليست لديها مشكلة مع الحكومة العراقية، هي لديها رأي فيما يتعلق بتواجد القوات الأجنبية الموجودة في العراق. ولنتكلم أيضا بشكل صريح، قوات أجنبية لا لا، مو المعلوم عندنا مستشارين ومدربين، بغض النظر عن سعادة التسميات، مو محسوم. احنا نسميهم مستشارين مدربين، غيرنا يسميهم قوات احتلال. هناك طرفين يتباينان في عناوين والاسماء والتفاصيل، ولكن هناك قوات اجنبيه موجوده الان في العراق، كيف يعني يتم التعامل واياها؟ الحكومه العراقيه تعتقد بانها هي الطرف المسؤول، هي التي تمثل الدوله العراقيه من اجل ان تتعامل مع هذه القوات الاجنبيه الموجوده في العراق، وهي التي تقدر مدى حاجة العراق لتواجد هذه القوات أو لا. بالتأكيد كل العراقيون، كل بلد في العالم لا يريد قوات أجنبية تتواجد على أرضه، وبالتأكيد الحكومة العراقية لا تريد ذلك، ولكنها هي المسؤولة عن تقدير مدى حاجة العراق لتواجد هذه القوات الأجنبية من عدمه. والمشكلة أو المعضلة أو الكومبلكسيتي، التعقيد في الموضوع، أن هناك أطراف هي ساندة للحكومة، ليس لديها مشكلة مع الحكومة ولكن لديها مشكلة مع هذه القوات الأجنبية، ولديها مشكلة في طبيعة الأحداث الموجودة الآن في غزة. يا سيدي، أنا يعني لا أتفق في بعض ما ذكره الزميل جابرييل، هناك تحولات كبيرة على مستوى فهم الناس في المنطقة لطبيعة حتى العلاقات العربية الإسلامية، سميها ما شئت، الشرقية مع دول الغرب ومع الولايات المتحدة. هذه التحولات خلاصتها أنه أنا أضرب لك الآن مثال، الآن قضية الروح الآن المعادية للغرب أو للاعتداءات الموجودة الآن في على الفلسطينيين في غزة لا ترتبط فقط بأن هناك قوات محور مقاومة أو ما شاكل ذلك، أو ما عبر عنه الزميل بأنها ميليشيات موالية لإيران، ليس الأمر كذلك على الإطلاق. الأمر يعني كان في السابق كان هناك صراع يسموه إسلامي إسرائيلي، ثم تحول إلى عربي إسرائيلي، ثم تحول إلى فلسطيني إسرائيلي، ثم نزل إلى مستوى أنه الإسرائيليين يقول هناك صراع بين إسرائيل وحماس. الآن بهذه العمليات التي جرت وهذا الظلم الشديد الذي يتابعه كل الناس، الآن كل الناس يتفاعلون بحيث القضية أصبحت لا تشمل فقط حتى الدول الإسلامية، الآن الأحرار في العالم في أوروبا في الغرب نفسه يتظاهرون ضد السياسات الغربية وضد هذه الأعمال الوحشية التي تمارس ضد الفلسطينيين الموجودين الآن في غزة. يعني القضية مو فقط قضية محصورة بمحور مقاومة. الآن نقبل أو لا نقبل بهذه العمليات العسكرية هذا موضوع ثاني. بس احنا أنا أتكلم عن تفاعل الناس على المستوى الشعبي. خلينا نفرق بأن أكو تظاهر وحجم تظاهر مليوني، حجم تظاهر بأعداد آلاف هسه مو إلا بالملايين اللي تحدثت عنه في أوروبا، وبين إطلاق صواريخ يؤثر على علاقة دولة عراقية مع دول أخرى وقصف سفارات. أكو فرق بين تظاهر وبين إطلاق صواريخ. لا، هو أنا مو للتعبير عن رأي. نعم، أنا لا مو جاي أأيد ضرب الصواريخ ولا دا أقول أنه صحيح، هذا أمر آخر، هذا موكول إلى الأطراف التي الحكومية التي الناطقة باسم الحكومة. أنا جاي أصف فقط حالة، هناك ناس متفاعلة. أنا أتكلم لك عن جيل الآن، يعني خلينا نتكلم أيضا نسمي المسميات بأسمائها. الآن إيران 20-30 سنة إيش قد تصرف على القضية الفلسطينية، إيش قد عادة التطبيع إيران وحلفائها، ما عبر عنه الزميل جابرييل بأنه حلفاء إيران في المنطقة. الآن بهذه العمليات التي بدأت في يوم 7 أكتوبر الماضي أصبح هناك تفاعل. الآن الجيل اللي ما تربى في العراق على القضية الفلسطينية وما حفظ قصيدة على فلسطين، الآن أجيال شابة عمر 19 سنة و15 سنة و20 سنة و25 سنة اللي أصلا ما لهم علاقة، بل بالعكس تربوا على جيل أصلا يعني هواية إحنا معبئين بشكل سلبي إزاء القضية الفلسطينية، ونعتقدها أنه كانت سبب من أسباب مشاكلنا في العراق وتسلط نظام البعث علينا. الآن هذا الجيل بدون أن يصرف عليه أي أموال، هو اللي الآن هو يبث ويكتب بالإنستغرام. أنت افتح أي صفحة إنستغرام للجيل الجديد الآن اللي أذكر، ما أعود مرة أخرى وأقول، لم يحفظ حتى قصيدة فلسطينية ولم ينادي ويطالب بأي شيء يتعلق بالفلسطين. هؤلاء هم أنفسهم الذين يكتبون في الإنستغرام ويكتبون في الفيسبوك ويكتبون بتويتر ويشنون حملات إزاء الغرب، وهم كانوا قبل 7 أكتوبر كانوا إحنا نعبر عنهم جيل البوب جي، ونعبر
يعبر عنهم جيل محب للغرب وجيل يعتقد بالقيم الغربية وقيم حقوق الإنسان ومشاكل. الآن هذا الجيل أصيب بصدمة كبيرة إذا ما يحدث الآن في فلسطين. الآن العلاقة على المستوى الاجتماعي، تعرف التفاعل الاجتماعي السياسي، يعني social politics، هذا الآن متأثر بشكل كبير جدا بطبيعة هذه الأحداث. الغرب عليه الآن أن يقنع هذه الأجيال الكبيرة الصاعدة عن ما يحدث الآن وكيف يقبل على ما يجري في فلسطين. احنا مو الآن فقط نتكلم فقط قضية عسكرية، الكل متفق، ذكرت أنه على المستوى الدبلوماسي لا أحد يقبل وعبر عن سعادة السفير بأن عمليات إرهابية أبدا على الإطلاق لا أحد يقبل، ولكن تعال حنا أن هذه المعضلة هذه قد تؤدي إلى تداعيات من جديد وتفاعلات، وقد تسمع الآن كثير من الناس المنفعلين مع وقد يطالبون بأمثال هذه الضربات العسكرية. أقدر أفهم منك أنه أمريكا خسرت جيل عراقي كامل، كيف بالإمكان أن تعيد ترميم هذه الخسارة سواء كان جيل عراقي أو جيل عربي بسبب اللي ذكرته، بسبب الأحداث على غزة مثلا؟ نعم، مو فقط جيل عراقي، جيل عراقي، جيل إسلامي، جيل عربي. أنا قبل كنت أيام بصفتي الشخصية ألقي محاضرة في الناتو، وتكلمت مع قائد الناتو، هو رجل إسباني كبير السن، وتكلمت أنه الآن أنتم أمام معضلة كبيرة، الناس في العراق لا تحبكم، الناس عندها موقف من عندكم، الناس تعتقد بأنه عندكم فعلا معايير مشتركة في معايير مزدوجة. في السابق كان الناس يعتقدون بأن هذه بروباغندا إيرانية، بأن هذه بروباغندا شرقية، بأن هذه بروباغندا روسية أو صينية أو ما شاكل ذلك. الآن بدأت الناس تشوف تجلياتها بطبيعة هذه الأحداث. هذا مأزق كبير، هذا تأثير كبير، سيؤدي إلى تأثيرات وارتدادات كبيرة عن طبيعة العلاقات لمجتمعات الشرق الأوسط مع المجتمعات الغربية، المجتمعات الإسلامية بشكل خاص. قامت واحدة من السيدات الموجودات في بعثة الناتو، هي ذكرت لي، جتي قالت لي أنت ليش تقول إسلامي وعربي؟ إحنا الآن في بلداننا الآن نتظاهر من أجل قضية فلسطين وقضية غزة، مو صحيح أن تتكلم وتبسط الموضوع تحوله إلى إسلامي، إحنا همين مو راضين. فهذا الأمر الآن في عقر دار الغرب، ويعني في أوساط تنادي بإسرائيل وتنادي وتقول حماس إرهابية وما شاكل ذلك. فإحنا هذه التحولات الاجتماعية لا يمكن أن يبسطها الزميل جابرييل مع احترامنا وتقديره لكثير ما قاله، ويقول والله هاي المنطقة هي متعودة على قتال وهاي الحضارات دائما، ويحول إياها يرجعني إلى سومر وآشور. القضية مو هالشكل، القضية الآن شعوب هذه المنطقة عايشين بسلام، وأكو كيان غاصب ويقوم بعمليات قتل وتهجير وإبادة جماعية إلى هؤلاء الناس، والناس هم اللي متفاعلين، مو حكومات دول. الآن هسه تروح إلى فلسطين، روح أنت إلى المغرب العربي، روح إلى تونس، يعني هم الآن حكومات تلك الدول هي اللي تسوي حملات إعلامية المناصرة لفلسطين. أبدا، أصلا هم مكتوفي الأيدي، هم الآن يحاولون أن يلجمون ويكبتون أصوات هذه الجماهير المتفاعلة بشكل كبير، وكانت قبل 20 سنة ما متفاعلة بهذه الطريقة. وذكر هو الزميل جابرييل، قال في السعودية كانت قاب قوسين أو أدنى من أن تطبع. الآن هسه وين راحت فكرة التطبيع؟ راحت الآن، خلص كل شيء انتهى، والآن نحن أمام طور جديد في المنطقة وفي العالم كله. على ذكرك للنيتو، ليش دائما بالداخل العراقي يتم الإشكال أو توجيه أصابع الاتهام وتوجيه حتى الصواريخ، نوايا إطلاق الصواريخ يتم توجيهها على اتجاه نيتو أو تحالف دولي؟ ما علاقة نيتو وتحالف دولي فيما يحدث في غزة مثلا؟ ما علاقة نيتو أو تحالف دولي فيما يحدث بالداخل العراقي؟ ليش دائما احنا يتم توجيه الاتهام إلى نيتو أو تحالف دولي وهم موجودون على الأرض العراقية لغرض تدريب والاستشارة حسب اتفاقية إطار استراتيجية؟ سيد العزيز، لا، هناك تصور واضح لدى شعوب المنطقة بأنه إسرائيل، وهذا أمر حقيقي وصحيح، لا يمكن لها أن تقوم وهي كيان عبارة عن مجموعة سكانية تأسست تحت عنوان فكرة الاستيطان والتوسع في الاستيطان، لا يمكن لها أن تبقى أمام مجتمع معادي كبير جداً.
إلا بإسناد قوى كبيرة وقوى غربية، وهذا الأمر واضح يعني ما يحتاج من يعني ناس خبراء في السياسة حتى يتكلمون حول هذه القضية. وأنا أتصور بأن هذا الكيان وهذه طبيعة هذه الأحداث التي حصلت بعد 75 سنة من تأسيسه، يعني تأسس 48 2023 بالضبط 75 سنة من تأسيس الكيان الإسرائيلي، واجه هذا النوع من هذه الهجمات. هذه بعد 75 سنة ما تصير، بعد 100 سنة ما تصير، بعد 150 سنة ما تصير. هذا الكيان إلى زوال، هذه طبيعة بشرية. احنا قبل مئات السنين المغول سيطروا على العالم بالكامل، الآن بعد مرور سنين طويلة شنو وين مصير المغول؟ أنت تسمع لك الآن أكو واحد هسه يعرف عاصمة دولة منغوليا مثلا، كم أربع خمس ست مثقفين يعرفون عاصمة منغوليا والآخرين ما يعرفون. الحضارات تندرس، ولكن تأسيس كيان في وسط اجتماعي معادي، يعني تأسيس كيان إسرائيل في وسط اجتماعي معادي هذا أمر طبيعي. عبر الزمن سوف ينتهي. خليني أقاطعك، رجعتني للمغول السيد صومة، رجعني للسومريين. أنا ما أتحدث عن هيستوري، أنا ما أتحدث عن تاريخ، خلي أرجع لأس الموضوع، خلي أرجع لموضوع الحلقة. كيف يمكن للحكومة يعني إدامة زخم علاقاتها مع واشنطن، وتعتبر واشنطن بلد مهم ليس في المنطقة فقط بالعالم كله، والمجتمع الدولي إدامة زخم العلاقة مع المجتمع الدولي على وجه العموم في ظل تطورات مثل اللي تصير بين فترة وفترة إذا ما عادت هذه الإطلاقات النارية بعد الانتخابات؟ تفضل. لا، هناك حرص شديد من قبل الحكومة ممثلا بشخص رئيس الحكومة السيد محمد الشياع السوداني في أن يكون هناك علاقات جيدة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب بشكل عام. وأنا أحيلك إلى سبع لقاءات أجراها السيد السوداني عندما كان مكلفا بتشكيل الحكومة، سبع لقاءات عقد مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. وهذا يدل على أنه الرجل لديه تصور واضح جدا أهمية التواجد، وجود علاقات دبلوماسية جيدة مع الولايات المتحدة، ويعرف أن هناك ملفات كثيرة خطيرة تتعلق بطبيعة هذه العلاقات، منها على سبيل المثال ملف الدولار، منها على سبيل المثال تصدير النفط، منها على سبيل المثال حماية العراق من تهديدات إرهابية داعش وغير داعش، منها على سبيل المثال تأمين علاقات دبلوماسية العراق مع دول أخرى حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. العراق بالتأكيد حريص على مثل هذه العلاقة ولا يريد لهذه العلاقة أن تكون متشنجة، ولكن على أساس أن يكون هناك احترام من قبل الولايات المتحدة، وهناك علاقة على أسس دبلوماسية حقيقية نافعة للطرفين. خلي أرجع لسيد الهنداوي. سيد الهنداوي، اليوم الاقتراع الخاص، أتحدث داخليا، اليوم الاقتراع الخاص مدى بكل هدوء وبكل أريحية، نتحدث داخليا سياسيا فيما يخص انتخابات مجالس محلية، وتطرقنا بحديثنا إلى الجانب الأمريكي. يعني تتصور أكو دعم أمريكي للانتخابات يتمثل بحالة رضا فيما يخص هذه الانتخابات، وتم تجاوز وعبور حالة إطلاق النار على مثلا أو إطلاق الصواريخ على البعثات الدبلوماسية وما شابه، يعني الأمريكان تجاوزوا هذه الجزئية؟ تفضل سيد الهنداوي. شكرا جزيلا. أعتقد الأمريكان وظفوا واستغلوا هذه المناسبة إن صح التعبير السعيدة للعراق والديمقراطية في العراق، استغلوها في سبيل تجاوز هذه المحنة أو هذه المعاكسة العسكرية التي حدثت لمصالحهم في العراق. أعتقد هذه مناسبة، ويمكن خير ما فعلوا الأمريكان من اعتبار هذا التحدي استهداف السفارة واستهداف مصالحهم قد تم تغطيته أو تم التجاوز عنه من خلال هذه المناسبة الانتخابية. يعني أمريكا محرجة من الرد، هذا اللي أفهمه من كلامك لو شنو؟ لا، ليس محرجة من الرد أبدا، ولكن ليس ضرورة للرد طالما أن الحكومة العراقية قامت بواجبها وأعلنت عن إلقاء القبض على الذين قاموا بهذه العملية، فليس لن تعد هناك حاجة للرد أبدا. وأنا مثل ما ذكرت قبل قليل أنه إذا ردت الحكومة الأمريكية بضرب فصائل معينة
فسوف يكون إحراج للحكومة، وسيكون تعقيد إن صح التعبير للعمل لنتائج العملية الانتخابية، ولا يكون ذلك في صالح لا الحكومة العراقية ولا الإدارة الأمريكية. بس يعني هي أطراف داخلية ما راعت الحكومة، ما راعت الوضع الداخلي أو الحرج اللي راح تعرض له الحكومة. يعني شلون راعت أمريكا الوضع الحكومي العراقي والطرف أو الواقع العراقي الداخلي؟ هذه الأطراف الداخلية أنا لا أعرف من هي هذه الأطراف الداخلية، وربما هذه الجهات التي استهدفت المصالح الأمريكية لا يمكن أن ننسبها إلى الأطراف الداخلية. هل هي الأطراف السياسية قصدك في الأطراف الداخلية؟ هل هي فصائل المقاومة؟ أنا لا أعرف من هم الأطراف الداخلية، ولكن لا أعتقد لما ظهرت الحكومة وصرحت بهذا التصريح ووصفت العملية بأنها إرهابية فهي واعية ومدركة بأنها العملية إرهابية، ولما أعربت السفير الأمريكي عن رضاها وعلى إثنائها لما قامت به الإدارة الحكومة العراقية عفوا، هذا دليل على هنالك رضا متبادل بين الحكومة العراقية وبين الإدارة الأمريكية. هنالك بعض المفاصل التي تتم في المشهد السياسي الداخلي والعراقي الداخلي والخارجي في العراق ويخص الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم التجاوز عنه من كلا الطرفين أمريكا والحكومة العراقية، لأن هنالك مصلحة مشتركة، لأن هنالك هدف آخر مشترك وأهم من هذا الذي يمكن أن نقول عليه تفصيلات. هذه مسألة يمكن أعتبرها تفصيلات في العلاقات العراقية الأمريكية. دعني أشرك الحديث، عذرا المقاطعة، دعني أشرك بالحديث سيد جابرييل صوما حتى أكون منصف بتوزيع الوقت. سيد صوما، هل نفسر الموقف الحكومي العراقي الرسمي بأنه رسالة بأن العراق يحترم جميع المواثيق الدولية والتعهدات التي قطعها مع الدول؟ بالفعل، يعني وصرح بذلك رئيس الوزراء عندما قال بأن هذه الأعمال هي أعمال إرهابية، يعرف جيدا بأن هناك مواثيق كما ذكرت حضرتك، وهناك اتفاقيات دبلوماسية تفرض على الحكومة العراقية احترام السفارات والمحافظة عليها. ولكن أود أن أشير إلى شيء مهم في الوقت الحاضر فيما يتعلق بالنزاع في غزة. الصراع الحالي هو صراع بين فريقين، فريق يريد التطبيع مع إسرائيل وفريق الممانعة. يعني الهدف الرئيسي لما حصل في 7 أكتوبر هو لمنع التطبيع. أعتقد بأنه إذا ما انتهت هذه الحرب، ونأمل أن تنتهي بأسرع وقت ممكن، أعتقد بأن هذه الدول سوف تعود إلى التطبيع مع إسرائيل ومنها السعودية. لذلك ما يحصل في الوقت الحاضر هو وقف عملية التطبيع لفترة مؤقتة. إذن كنتم معي ضيوف أعزاء، السيد جابرييل صوما باحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. السيد جواد الهنداوي سفير العراق السابق لدى الاتحاد الأوروبي، شكرا جزيلا لك أيضا. السيد عباس العنبوري مستشار لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا لحسن إصغائكم والمشاهدة، إلى اللقاء.